مساء الخير، أهلا بيكم واستعراض جديد لأهم الأحداث الاقتصادية اللي حصلت على مدار الأسبوع. مع بداية الأسبوع البورصة شهدت انخفاض كبير، وده بسبب سهم البنك التجاري الدولي واللي بيمثل أكتر من ثلث الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي. الموضوع ابتدى مع قرار لهيئة الرقابة المالية يوم الخميس اللي قبل اللي فات بوقف التداول على السهم دون إبداء أسباب. بعدها تم تداول أنباء عن تغيير رئيس مجلس إدارة البنك، وفضلت الموضوع في تداول أنباء غير مؤكدة، وده بالتأكيد أثر جدا على البورصة والتداولات بشكل عام. مع بداية الأسبوع ابتدت الصورة توضح أكتر على مدار الأسبوع بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد، واللي أعلن في تصريحات لي أنه البنك هيقوم بتصحيح كل المخالفات اللي ذكرها المركزي واللي كانت سبب في تغيير مجلس الإدارة. أعلن وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ هيقوم بصرف الدفعتين الثانية والثالثة للمتضررين من فيروس كورونا والعاملين في قطاع السياحة. وزير قال أن قيمة الإعانات هتبلغ 317 مليون جنيه تقريباً، وهيتم صرفها ل 146 ألف متضرر بيعملوا في 2024 منشأة، وهتكون قيمتها بنسبة 100% من الأجر الأساسي المؤمن عليه، واللي حده الأدنى بيكون 600 جنيه. أسعار الذهب شهدت تذبذب كبير على مدار الأسبوع، وده بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا وتوجه بعض الدول للإغلاق وتشديد الإجراءات مرة تانية، وكمان قرب إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال الأسبوع اللي جاي. الأسعار طلعت ونزلت بنسب كبيرة على مدار الأسبوع، ولكنها استقرت بنهاية تداولات يوم الخميس. سجلت أسعار الذهب 705 جنيه للعيار 18، 823 جنيه للعيار 21، 940 جنيه للعيار 24. أكد محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري قدر يصمد قصاد أزمة كورونا، وده بسبب الإصلاحات الهيكلية والإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لتخفيف حدة الأزمات ومواجهتها. الوزير قال أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا اللي قدرت تحصل على ثقة المؤسسات الكبيرة، ومنها مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش. شكرا على متابعتكم، واستنونا الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة.